تاني لموضوع العيش، ومعانا دكتور ابراهيم العشماوي مساعد وزير التموين. دكتور مساء الخير. يعني ده قرار مهم وقرار جديد على الوزارة، اشرح لنا انتوا بتفكروا فيه ازاي وكيف سيتم تنفيذه. مساء الخير على حضرتك أستاذة لميس وبالسادة المشاهدين. زي ما حضرتك ذكرتي وزي ما حضرتك عارفة والسادة المشاهدين بقوا أشطر منا، إن الدولة بتتدخل عندما يكون هناك احتياج لضبط الأسواق. تلاحظ لنا خلال الفترة الماضية إن في زيادات سعرية في الخبز الأفرنجي، وبالتالي من المتابعات التي تمت على الأسواق كان هناك تنسيقات مع الاتحاد العام للغرف التجاريه وشعبه المخابز وخلافه، على اساس ان يكون هناك توجه من الدوله لطرح الخبز التمويني لغير المستفيدين من الدعم، عشان ما يبقاش في اي نوع من التمييز. وحضرتك بتحبي الخبز البلدي جدا، لان طعمه افضل طبعا، والقيمه الغذائيه صحيح بتاعته احسن. صحيح. التكلفة الحقيقية للخبز بعد تحرير سعر الصرف، أصبح عندنا سعر صرف مرن، أصبح يعني 90 قرش. فبالتالي التكلفة بتاعت الرغيف للمواطنين اللي هم غير المستفيدين من منظومة الدعم هتبقى كوست بلس أو بسعر التكلفة، فبالتالي هيكون الرغيف في حدود ما يتعدى 90 قرش. هتلاقي حضرتك إن المخابز الافرنجي بتبيع الخبز بجنيه ونص وباتنين جنيه، صح، وفي بعض الاماكن تعدى هذا السعر. وزي ما حضرتك عارفه احنا وفرنا الاقماح والدقيق عبر المنصه الخاصه بالبورصه المصريه للسلع عشان نقدر ان احنا نضبط الاسواق. فهنلاقي السلع التموينيه دخلت على البورصه كبائع، وهناك المطاحن من القطاع الخاص بدأت تشتري هذه الأقماح، والغرض من هذا الطرح هو أن يكون دور الدولة كماركت ميكر أو صانع سوق في ضبط أي اختلالات في الأسعار أو في الأحجام. فأنا الحقيقة بطمن السادة المشاهدين أن هيكون هناك تجربة تبدأ يوم الأربعاء من خلال زي ديبت كارد أو كارت قابل للشحن بأي مبالغ فلتكن 50 جنيه 100 جنيه، ومن حق المواطن خارج منظومة الدعم ان هو يشتري احتياجاته من الخبز البلدي. وزي ما حضرتك عارفة ان هذا الخبز عليه طلب كبير، وبالتالي احنا بنتوقع ان يكون هناك، يعني خلي بال حضرتك من حاجة مهمة جدا، ان احنا بنغطي 72 مليون مواطن اللي هم تحت مظلة منظومة الدعم، وعدد الأرغفة اللي بيتم بيعها على المخابز التموينية ما يقرب من 275 مليون رغيف يومي. المخابز الأفرنجي بتبيع من حوالي 25 ل 30 مليون على أقصى تقدير. فإحنا بنقول إن إجمالي الاستهلاك من الخبز سواء من خلال منظومة الدعم أو خارج منظومة الدعم ما يقرب من 300 مليون رغيف يوم، ولكن زي ما ذكرت ان 70 ل 75% منها للخبز التمويني للمستفيدين من منظومه الدعم. فالحقيقه دي اضافه مهمه جدا، دي اضافه مهمه جدا على فكره، يعني ثوريه انا شايفاها. بس خليني اسالك سؤال يا دكتور لو سمحت. يبقى اذا السعر الجديد للرغيف اللي هو مش عايز اسميه الحر بقى، ولكن اللي هو سعر التموين الحر او سعر رغيف التموين الحر، متوقعين هيبقى كام؟ اللي هو 90 بلس، هيبقى 90 بلس. يعني لان الكلفة بتاعت الرغيف يا استاذة لميس كانت قبل تحرير سعر الصرف كانت 80 قرش، بعد تحرير سعر الصرف بقت 90. يعني النهارده اسعار الاقماح في البورصات العالمية وصلت 400 دولار بلس، بعد ما كانت 238 دولار بقت 400 دولار فيما فوق، وبالتالي اصبح تكلفة الرغيف على الدولة 90 قرش. فبالتالي لما الدولة تبيع هذا الرغيف التمويني لخارج منظومة الدعم، فهيكون استحالة ان احنا نبيعه بتكلفة تقل عن الكلفة. انا قلت كده برضو، قلت مش معقولة الدولة هتدعم تاني، لانه احنا عايزين نقلل الدعم مش نزوده. كلام لا، احنا مش بنقلل الدعم، انما بنوجه الدعم الى مستحقين. يعني لو الدولة تقدر تدعم كل الناس لكانت دعمت كل الناس، ولكن
احنا دايما بندعم الشرائح الاولى بالرعايه اللي هي طبقا لمحددات العداله الاجتماعيه، فمش ممكن ان احنا نبيع الرغيف بسعر يقل عن سعر التكلفه. طب سؤال بقى، يعني انت هنا برضو، ما هو احنا لما بنقول الدعم يذهب لمستحقي، احنا هنا طبعا في شريحة واسعة بره بطاقة التموين، لكن ايضا انت بتفتحها لحد ممكن يحب ان هو يشتري معرفش كام، للمحلات، لأي حد يشتري بتكلف، يعني يشتري اي عدد وهو مش محتاج، بس هو طبعا كده بيشتريه بسعره مظبوط يعني. وهتبقى بالظبط. وبعد كده انا عايز اقول لحضرتك يعني احنا زي ما ذكرت العدد 72 مليون، فالحقيقه العدد اللي هو خارج منظومه الدعم 30 مليون، وحتى الاستهلاك بتاعهم يعني بتحدث عن 30 مليون رغيف فيرسس مقابل 275 مليون رغيف في المنظومه التموينيه، فهو اللي هيشتري هيكون حريص على الاستهلاك الامثل للرغيف، وبالتالي المستهلك هيستفيد ان هو هيتحصل عن على خبز الحقيقه ذو قيمه غذائيه وذو طعم. وزي ما حضرتك بتقولي كان كثير من الناس بتتساءل لماذا لا يباع الخبز التمويني حر بالنسبه للشرائح خارج منظومه الدعم، فبالتالي احنا بنلبي احتياج المجتمع من الشرائح. ايه الفرق، معلش خليني افهم، ايه الفرق بقى بين الرغيف ده والرغيف الحر اذا كنا هنشتريه بنفس السعر بسعره؟ يعني انا كنت الاول فاكره والخبر يمكن كان مغلوط اللي نازل على رويترز ان هو هيبقى بسعر اقل، دلوقتي حضرتك بتقولي ان هو هيكون بسعره بسعر التكلفه، ايه الفرق هيكون بينه بقى وبين الرغيف الحر؟ هل فرق الكواليتي ولا انتوا شايفين ان كان في مغالاه في الرغيف التاني؟ الحقيقه الفرق ان كان هناك يعني اقول مضاربه على الاسعار، سواء في طن الدقيق وصل الاسعار كانت في السوق الحر ل 13 و 14000 جنيه للطن، ووصل الرغيف الافرنجي او الحر ان هو بيتباع ب 2 جنيه و2 جنيه بلس، فاحنا شايفين ان هناك مغالاه كبيره جدا في السعر النهائي لهذا الخبز، فوجود الدوله بادواتها والياتها ان هي تتيح هذا الخبز بالتكلفه او تكلفه بلس، فده هيكون قيمه، انما انا بقول لحضرتك القيمه الغذائيه والطعم افضل بكثير من الاخر. احنا عندنا نوعين من الدقيق، استخلاص 72 و82، فالاستخلاص بتاع دي الخبز التمويني هو افضل، وطبعا تم التنسيقات مع هيئه البريد على اساس تعمل الكروت مسبوقه الدفع، وحضرتك تقدري تشحني الكارت في اي وقت بالمبلغ الذي تريدينه. طيب. وتقدري انك انت تتحصلي على الخبز التمويني ذات الفائده العاليه. سؤال تاني، ايه اللي هيمنع، اولا هتراقبوا الحجم والوزن والكواليتي والنوعيه ولا لا؟ وتاني حاجه، ايه اللي هيمنع تاجر مغرض هيروح داخل شاري برقم كبير وحطه في اكياس السوبر ماركت وبايعه برقم اكبر؟ شوفي حضرتك الخبز التمويني بيبقى له حجم وله وزن وله جوده، الوزن بتاعه 90 جرام والقطر بتاعه من 19 ل 20 سنتي، وزي ما بقولت لحضرتك مش هيبقى هناك مضاربه على هذا الخبز لان هيكون هناك اتاحه كبيره، زي ما ذكرت النسبه ما هياش نسبه عاليه لميس هانم، انا بتكلم على 30 مليون رغيف في اليوم مقابل 275 مليون، فلن يحدث اي مضاربات لان الكم في صالح الخبز التمويني. من امتى التجربه وهتبتدي تتنفذ فين؟ والناس تروح امتى تجيب بقى البطاقات من البريد؟ التجربه هتبدا يوم الاربعاء القادم، يعني خلال 48 ساعه، وهتكون بتنفذ في منفذ او اثنين على اساس ان احنا نشوف الماركت ريكويرمنتس والماركت ديماند او الطلب من قبل السوق من الشرائح الوسطى وفوق الوسطى، ونقدر بالتالي نعرف اجمالي الطلب المطلوب، وبالتالي نقدر ان احنا نوفر هذا الخبز ويفتح للجمهور في اكثر من منفذ تباعا.
يعني ده الحقيقة خبر مهم جدا، موضوع العيش، العيش بيخص كل الناس فعلا، عيش التموين في مختلف الحقيقة، في نوعه، في مذاقه، في الردة، في القيمة الغذائية بتاعته. إذا من يوم الأربعاء هنبتدي تجربة أن يكون هناك عيش تموين، ولكن بسعر التكلفة يعني فوق 90 قرش أو 90 قرش بلس، يعني من 90 جنيه تقريبا يعني، او فوق ال90، وهيكون ارخص من الخبز الاخر لميس هاني اللي بدأ يعني. اللي بقى ما ايوه بالخبز التاني بجنيه، هيكون ارخص ازاي؟ لا الخبز التاني وصل 2 جنيه يا استاذه لميس، بس برضو بجنيه في ونص ابو و2 جنيه ده، جنيه بس مش حلو، ومش حلو خالص بالظبط. طبعا يعني، انا عارفة. فكده حضرتك بتحافظي لا على والله انا عارفة. الذوق العام. يعني انا بجد بقول لحضرتك ان كثير من الناس من الشرائح العليا بتطلب الخبز التمويني لما له من مذاق وبما له من جودة وبما له من قيمة غذائية. مش كده بس، انا اخص حضرتك كمان بخبر ان هيئة السلع التموينية هتبدأ ان شاء الله قريبا بطرح او ببيع الذرة على البورصة المصرية للسلع قسوة بما تم بالاقماح، وان شاء الله زي ما ذكرت هيكون هناك سلع اخرى بيتم طرحها على البورصة المصرية للسلع تباعا. ذرة الأعلاف ده صحيح، وده هيكون له أثر إيجابي طبعا، إن مدخل الأعلاف هيبتدي يحصل له صح اتزان بدل ما سعر طن الأعلاف في النهاردة. وإحنا هنستهدف الحقيقة المربيين للدواجن في المستويات الأقل، أنت عارفة 80% من مربي الدواجن الحقيقة هي شركات صغيرة أو شركات أفراد، وبالتالي هيكون هو ده المستهدف ان احنا نتيح لهم كميات معقوله على اساس يحصل ضبط للسوق وتستقر الاسعار، وبالتالي اسعار الدواجن وبيض المائده يصل الى السعر العادل. انا اظن ان كمان بورصه السلع هي الحقيقه بورصه مهمه جدا، لان هي دي اللي بتعمل توازن في السوق في الاسعار، وبتخلي الدوله تقدر تشتري بافضل الاسعار. شكرا دكتور ابراهيم العشماوي مساعد وزير التموين. اذا تجربه جديده، طرح رغيف الخبز اللي هو بنفس حجم رغيف التموين بنفس وزنه، ده بتاع بطاقه التموين هيتم طرحه، ولكن بسعر التكلفة، السعر الحر، بسعر التكلفة أو هامش بسيط، والناس ممكن تاخده بكروت من البريد لمن لا يملك بطاقة التموين، وده يكون أرخص من السعر اللي هو موجود دلوقتي، اللي يمكن في بعض الأوقات بقى جنيه ونص واتنين جنيه، والكواليتي بتاعته مش بصراحة بنفس يعني نوعية خبز التموين.